موضوع الصورة واستقبالهم بشكل كان مش طبيعي وردهم علينا كان مش طبيعي وبشكل يعني في حرارة ومعاملة أخرى معاملة حسنة معاملة رائعة معاملة مميزة يعني ما بصير يعني شوف كيف الصورة كتيبة كاملة تمسك الطفل الصغير وين عمرها ما صارت والله لو انه نازل في حروب ما هو هيك بهون ربك الحمد لله رب العالمين هذا الطفل تم اعتقاله يوم الخميس الساعة 3 عصرا والده مقعد في البيت لا يستطيع الذهاب إلى السوق من أجل احتياجات البيت فأرسل ولده فوزي إلى السوق من أجل جلب الاحتياجات البيتية للأسف وهو في الطريق هجمت عليه كتيبة من الجيش الإسرائيلي الغاصب وعصبوا عينيه وتم ضربه بشكل موجع وحسب ما رأيتهم في الصور أنه كان شامخ الرأس رافع الرأس هو ابن فلسطيني ولا يقبل الذل أي إنسان كان والكتيبة حاولت بكل الطرق والوسائل إذلاله ولكن لا يبقى إلا رأسه مرفوعة هذا الشبل الفلسطيني تم نقله من منطقة باب الزاوية في الخليل إلى قريات أربع اتصل بنا ضابط إسرائيلي يعلمنا أن ابننا فوزي في المعتقل في قريات أربع الساعة الثانية صباحا في نفس الليلة تم إخبار أنه سوف يتم نقله إلى عصيون ومكث هناك ليلة كاملة وبالأمس اتصل بنا ابننا فوزي وأخبرنا أنه سوف يتم نقله إلى عوفر حيث أن هناك محكمة يوم الأحد في عوفر اتصلنا مع الجهات المعنية واتصلنا بالمحامين وهناك كانت هناك مفروض أن يكون هناك جلسة في هذا اليوم الساعة 10 صباحا لكن عندما وصلنا إلى محكمة عوفر تفاجأنا أنه تم تأجيله هذا اليوم هذا الطفل عندما يذهب لأن يأتي لقوت يومه لوالده ووالدته المريضة المقعدة وإخوانه الصغار يعتقل نتيجة الحرص على الاتيان بالمونة اليومية للبيت هذا يعتبر إجرام بحق هذا الطفولة في فلسطين بشكل عام وخاصة في الخليل بإجراء الاتصالات مع الجهات المعنية من نادي الأسير وجمعية الحقوق العالمية لحماية الأطفال والصليب الأحمر والجهات كل من له علاقة بأي شيء نتيجة هذا الطفل المعتقل يجب على هذه الجهات المعنية أن تساعدنا بإخراج هذا الطفل من هذا الوكر الذي يعيش فيه وهو الاحتلال الإسرائيلي ويعود إلى بيته وأمه سالمين.